بص يعني هو في شغل حلو جدا بيتم، ولو رحنا برضو حاجه خاصه بلجنه العضويه بالنادي الاهلي برئاسه طبعا الاستاذ طارق قندير عضو مجلس الاداره، هي امبارح استقبلت كمان عدد كبير جدا جدا من المتقدمين عشان يحصلوا على عضويه النادي الاهلي، سواء بنتكلم فرع الشيخ زايد هنا او التجمع الخامس. طيب ايه اللي حصل؟ الاستاذ طارق قنديل وكمان محمد الغزاوي عضو مجلس الاداره واستاذه عزه حلمي مديره الاشتراكات عملوا يعني بعض المقابلات الشخصيه للمتقدمين ان هم عايزين يحصلوا يعني على عضويه النادي. وليه الناس دي برضو لو ممكن نيجي نسال نفسنا يا جماعه، هو ليه الناس عايزه تقدم قوي كده، عايزه تشترك، عايزه تكون جزء من النادي الاهلي؟ لان في طفره حقيقي على الارض حاصله، مش في فرع او اتنين، لا في كل الفروع. عندك خدمات مختلفه بتقدم للاعضاء، ومش بس بتقدم وخلاص، لا بتقدم بجوده محترمه جدا بما يعني يرتقي ويليق باعضاء اكيد النادي الاهلي. فبتتكلم هنا عن طفره، سواء بنتكلم برضو في مقر الجزيره او الفروع المختلفه، وعلى فكره تحديدا كمان التجمع الخامس، لان التجمع الخامس لا في الفتره الاخيره فعلا شهد اقبال كبير جدا على الاشتراكات فيه، وفي نفس الوقت كمان طفره كبيره جدا في الانشاءات الخاصه فيه. فاحنا كاهلاويه لما نيجي نسمع حاجه زي كده، لا بتهيألي حاجه تسعدنا جدا ان طبعا. يعني كل ده دخل للنادي، وكل ده حاجه جميله، والاشتراكات دي بيبقى فيها طبعا بعد كده اعمال بتتم وغيره وغيره، في حاجه لا اكيد حلوه جدا. وفكره الاقبال الشديد بكابتن محمود الخطيب برضو تحدث عن ده قبل كده، لا فيعني حاجه على ارض الواقع اهو بنشوفها، فيعني كويس جدا. ولسه والاعمال اللي بتتم اللي انت بتتكلمي عليها، احنا تقريبا ما فيش حلقه بتخلو من خبر يعني يخص فرع ما من فروع النادي الاهلي، حاجه تم يعني استحداثها، اضافات جديده تخدم كل اعضاء وكل يعني كل الناس اللي بيروحوا الثلاث فروع للنادي الاهلي، حاجه محترمه بالمعنى الحرفي للكلمه. عايزين